هنا بخصوص ابناء مدينه الدار البيضاء وبالاخص الناس السكان ديال المدينه القديمه. اخيرا جا الفرج واخيرا بمناسبه هذا الافتتاح اللي كنا كنتظروا هذه مده، وكنا دائما كنطالبوا بالافتتاح ديال هذا النفق باش يسهل الماموريا ديال الناس والممرين باش ما يبقاوش يخلقوا مشكل مع اصحاب السيارات. احنا فرحانين بزاف وحنا جد مسرور. الاوائل ديالنا باقي نعقل الوقيته اللي كان هنا وكانت الكوميساريه وكانت واحد الساكه هنايا، وفي الحقيقه تهمش وكان توسخ ولا عليه الاوساخ ولا عليه المشاكل، وحاليا فهو تفتح بواحد رونق جيد يعني في المستوى يعني اللي اي واحد يتمنى باش يزور وباش يجي ليه. في الحقيقه حنا جد مصرين ابناء مدينه الدار البيضاء والمغرب كامل والساكنه ديال المدينه القديمه بهذا الانجاز الكبير اللي داو الافتتاح ديالو. في الاول كانت مزيانه، من بعد ضربت واحد المده وخسرات، وكانت فيها واحد الخصه الوسط ديالها، وكان هذه الكرات الارضيه كان عندها الجاج من الفوق، ومن بعد حيدوا ذاك الجاج بقى غير هذاك الكادر هذاك، وتكرفصات واحد العدد ديال السنين هذه وهي مسدوده، ودابا عفا عليها الله راه هي ولات عاوتاني احسن كما كانت في الاول ديالها. دابا ولات مزيانه وداك الشيء راه كيفرح، المكان نقي وزوين ويكونوا في المستوى ديال هذه البلاصه هذه. الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء راه صوبوه مزيان، والناس اللي هما كيدوزوا الله يهديهم حتى هما يحتفظوا على هذا الشيء هذا. في الحقيقه ايام زمان ملي كانت في واحد الحله جيده وزوينه، لكن اخويا البشر يساهم في التخريب، فهمتي، من خلال الاوساخ والقاذورات اللي كانت ذيك الوقت. لكن بعد المجهودات وبعد معاناه البيضاويين من خلال انتظارات طويله وطال امدها، اليوم تم الافتتاح ديال هذا المرفق العمومي اللي هو زعما صراحه ينفس على البيضاويين شويه من الضغط الاسمنتي، الشكل اللي غادي يجعل انه الناس يعني تلقى فين تلقى الميولات ديالها والمسائل ديالها على عين. السؤال المطروح هو انه هذه المعلمه التاريخيه اللي كتشوفوا كيخص المواطن يساهم حتى هو شويه من 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 ولو بكلام طيب، عاد ما نشوفوا انه يرمي القاذورات والازبال والكاغيط وكذا وهذه ويلعبوا فوق الكازو وهذه والدراري يلعبوا، هذا الشيء راه غير مقبول ومرفوض. على المسؤولين والجهات المعنيه انها تساهم باش دير واحد الناس ديال الحراسه المستمره والمداومه حتى تبقى هاد المعلمه اللي كنسمي انا معلمه، ولو انه مرفق عمومي يعني انه هاد الناس يساهموا تهم الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه انه يخرب هاد المعلمه هذه اللي حنا بغينا نشوفوها ديما تبقى بهاد الحله الجيده والجميله جدا. المهم هذا هو السؤال ديالي المطروح على المواطن باش يساهم في النظافه والنظافه والنظافه وتم النظافه.